قدم مركز البحوث والدراسات بدولة ألمانيا منح دراسة الحصول على الماجستير والدكتوراه بمعهد بحوث الثروة الحيوانية والتنمية. ترأس المناسبة المدير العام لمعهد بحوث الثروة الحيوانية منى سكيا. في إطار تعزيز التعاون المشترك القائم بين البلاد ودولة ألمانيا خاصة في مجال التعليم الذي يعتبر أساسا للنهضة، جاء هذا اللقاء التنويري الذي جمع بين طلاب جامعة عين جمينة كلية العلوم التطبيقية والبحث والمدير العام لمعهد البحوث للثروة الحيوانية والتنمية وعميد جامعة عين جمينة. يهدف هذا اللقاء إلى تقديم منح دراسية من أجل الحصول إلى درجة الماجستير والدكتوراه من قبل مركز البحوث والدراسات بدولة ألمانيا للعام الجامعي 2016-2017. وخلال هذا اللقاء وقد نوقشت مجموعة من النقاط المهمة التي تتعلق بتقديم ملفات الراقبين للحصول على هذه المنحة. في كلمته بهذه المناسبة المدير العام للمركز الوطني للبحوث من أجل التنمية محمود يوسف خيال، وقد ركز حول أهمية تعليم اللغة الإنجليزية لمواكبة تطلعات العصر الحديث، كما شجع الطلاب على انتهاز هذه الفرصة من أجل الالتحاق بهذه المؤسسة التعليمية العريقة. المدير العام لمعهد البحوث للثروة الحيوانية والتنمية تحدث عن أهمية هذا اللقاء. اليوم اتجمعنا هنا في الفاكولتي عشان دور نوصف ونور الطالبين هنا الاتوديان فيها فرصة يلقوا يقدروا بورس يعملوا ماستر دكتوراه، فرصة بدي بورس لكل بلدان أفريقيا عشان يتخصصوا ويدرسوا زيادة. أدام عنوان في الإنترنت بعرفوه ويقدر يلقوا كل الحاجات كل الأخبار في الإنترنت ويقدر يسألوا كيف يلقوا البورس ويعملوه ويكتبوه، وإن شاء الله كان أمل الكونديشن بتاع الحاجات كله يقدر ينتم البورس بتاعه. علما بأن مثل هذه البوادر لا شك أنها ستساهم في زيادة المعرفة وتكوين كوادر من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية للبلاد.